خارج رضا على السلام كي دايرين بخير الحمد لله التجربه كانت صعيبه شي شويه والحمد لله الحمد لله على الفرج وان شاء الله راه غنعيط لكم وندير واحد الجليسه ونشرح لكم الحيتيات رساله مختصره بهذا سيدنا ان شاء الله باش اش نقول لكم اكبر فرحه هي هذه لان انا اللي طلبت العفو واستجب والحمد لله وفي هذه الذكرى ديال 25 ديال عيد العرش الحمد لله على السلام الله يسلمكم الله يسلمكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم شكرا بكم متابعين قناة عبير على هذا البث المباشر كما كتشوفوا معنا لحظة خروج رضا الطواجمي من السجن المحلي أيتملول.